الباب التاسع والثلاثون ومئة. باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.